مشكل. الامور شويه شويه، احنا كنحاول ما امكن نقدر الامور. انت عارف كاين مشاكل في مكتب مسير، كنحاول ما امكن نبعدوا اللعابه عليه. ما كناش نمشيو نديروا كونسونطراسيون على برا، حتى مقابله تجبرنا صعوبه باش نلعبوا مقابلات. يلا لعبنا اليوم ثالث مقابله مع قدس تازا، جوج مقابلات مع الدريوش، اليوم مقابله مع قدس تازا. حاولنا نجيبوا لاعبين اللي كنعرفوهم وشفنا متبعينهم السنه الفارطه. هاد العام غادي تكون موسم حارق بالنسبه للقسم الوطني الاول. هوت القسم هوت فوروق عندها باع كبير في البطوله الوطنيه، مكناس، كوكب، قنيطره، طاس، فتح الناظور، راشد برنوصي، اولمبيك اليوسفيه، فرق كاملين موجودين مساعدين وعارفين هاد البطولات تكون هاد العام صعيبه وصعيبه بزاف. لوبجيكتيف ديالي مع الفريق هو اننا نقدو فريقه مزيانه ونكونوا في مراتب مطمئنه مرتاحين باش ما يوقعناش بحال اللي وقع العام اللي فات حتى اخر لحظه. هذا هو لوبجيكتيف ديالي مع الفريق. كنحاولوا ما امكن نتماشاو مع الظروف اللي كاينه، نتمنوا تيسر الامور في اقرب وقت ان شاء الله.